مع أعضاء الوفود، تم فيها مرة أخرى التأكيد على الإرادة السياسية القوية لدي البلدين لتنمية علاقاتهم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية على أسس من الصداقة التي تربط فيما بين البلدين والشعبين، والعلاقات منذ أن نالت ليتوانيا استقلالها، ونعمل على استكشاف مزيد من مجالات التعاون في كافة الأوجه. اللجنة الاقتصادية التي تشرفت برئاستها انعقدت في سنة 19، وعلينا أن نعمل على تكثيف التواصل في النطاق الاقتصادي، زيادة حجم التبادل التجاري، قامت خط طيران يربط بين البلدين، خطوط ملاحية حتى نعزز من التعاون الاقتصادي فيما بيننا. عقدنا سنة 22 الحوار السياسي، وكان مثمر في أنه أتاح الفرصة لتبادل الرؤى حول كثير من القضايا الإقليمية في لدي الجانبين والدولية، وبلورة رؤى مشتركة إزائها. نتمتع بتعاون وثيق في الإطار المتعدد وتبادل التأييد والتنسيق، ونتطلع أن يستمر هذا التعاون أيضا في إطار العلاقة الوثيقة والقوية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي وعضوية ليتوانيا في الاتحاد الأوروبي. فهذا مجال آخر يتيح لنا التعاون والتنسيق واستخلاص المصالح المشتركة. تحدثنا عن مجالات كثيرة يمكن تنميتها في التعاون، في مجال الأمن السبراني، في مجال التكنولوجيا والرقمنة، لما حققته ليتوانيا من تقدم في هذا الشأن، وإمكانية التعاون وتعزيز القدرات المصرية أيضا من خلال التعاون. السياحة، ونتطلع إلى الترحيب واستقبال السياح الليتوانيين في فصل الشتاء، وأيضا الاستمتاع بما توفر ليتوانيا في الصيف من خضرة ومناظر ومنتجعات جميلة. فأيضا هذا يعزز من العلاقة فيما بيننا، ويوفر أيضا مصالح اقتصادية متبادلة. تناولنا بالتأكيد بشكل مسهب الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط في غزة، وضرورة العمل على تخفيف وتيرة التصعيد القائمة، تقدير أنه استهداف المدنيين تحت أي ظرف هو أمر مرفوض وغير مقبول، ضرورة مراعاة القواعد والقوانين الإنسانية في الصراعات المسلحة، ومراعاة الطبيعة الخاصة لغزة من حيث كثافة السكان وما نشهده من تدمير وتأثير وفقد الأرواح على جانب المدنيين لغزة، أمر في الحقيقة غير مقبول. تناولنا أيضا القضايا المرتبطة بالصراع الروسي الأوكراني، بالإضافة إلى قضايا المرتبطة بحقوق الإنسان والتعاون في هذا المجال، والأوضاع بصفة عامة في منطقة الشرق الأوسط، سواء اتصالا بالأوضاع في ليبيا أو في السودان ولبنان وسوريا، منطقة فيها كثير من الاضطراب ولها هذا تأثير مباشر على الأمن والاستقرار، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن أيضا في الساحة الأوروبية. وضرورة العمل على تجاوز هذا عدم الاستقرار إلى الإرهاب، وضرورة استمرار مقاومته بشكل شامل، سواء من الناحية الأمنية أو من الناحية الفكرية، والتصدي للأفكار المتطرفة والوسائل التمويل
والدعم الذي تلقاه المنظمات الإرهابية. الهجرة غير الشرعية محل اهتمام بالتأكيد، وشرحت للوزير ما تطلع به مصر من مسؤولية في استضافة أعداد كبيرة، ولكن أيضا من المهاجرين، ولكن أيضا ما نقوم به في إطار استضافة هؤلاء على الأراضي المصرية، وما نوفره من دعم لهم، والعمل على تعزيز التعاون فيما بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي سواء على المستوى الثنائي أو الجماعي لدعم قدرات الدولة المصرية لاستمرار تقديم هذا الدعم الذي يصب في مصلحة الدول الأوروبية، حيث أصبحت مصر دولة مقصد، وبدلا من انتقال هؤلاء إلى الساحة الأوروبية. مرة أخرى برحب معالي الوزير، وبتطلع أيضا استمرار تناولنا هذه القضايا بعمق، وتبادل الزيارات على مستوى وزراء الخارجية ومستوى الوزراء الفنيين، حتى نستفيد بشكل كامل من الفرص المتاحة التي تعود بالنفع على الجانبين من خلال علاقة نطمئن إليها لما اتسمت به دائما من أنها قائمة على الفهم المشترك والصداقة والرغبة في الاستفادة المتبادلة في إطار من الاحترام المتبادل والعمل في الإطار الإيجابي لتخفيف التوتر على المستوى الإقليمي والدولي. شكرا جزيلا، تفضل. The floor is yours. Dear Minister, Shukri, thank you so much. السيد معالي الوزير سامح شكري، شكرا جزيلا على حفاوة الاستقبال، ويسعدني هذا اللقاء في هذا الوقت الذي تحف الاضطرابات. في هذا الوقت الذي نرى فيه الهجمات على التي تتم في إسرائيل وغزة، فإننا في الواقع نحاول أن ندافع عن أنفسنا، وخاصة حماية المدنيين. وقبل حضوري إلى مصر كان اتيحت لي الفرصة للقاء بعض المسؤولين في الغليل، والحقيقة أننا كان الموقف يفرض علينا فهم أن نبحث عن حلول، وكذلك فإن هذا الوضع في المناقشات في مصر تعتمد على ضمان الاستقرار، وهدفنا هو نشر هذه الرؤية. لا يمكن على الأقل أن يكون لهذه القوات اليد العليا، لذلك فإنه من المهم في هذا الوقت أن يكون هناك تعاون في مواجهة العدوان الروسي، لأن له أثر عالمي كبير، فإن روسيا من خلال تدمير البنية التحتية في أوكرانيا، فإنها من وجهة نظري فهذه الأفعال المتعمدة ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. فروسيا ليس لها دور فقط في أوروبا ولكن كذلك في أفريقيا، وتعمل من خلال الدعاية الإعلامية لها. لذلك فإننا في حاجة إلى استعادة الاستقرار من خلال سلامة الأراضي في أوكرانيا وفي أنحاء أخرى. بالإضافة إلى هذا فإننا نركز على الشراكة الليتوانية مع والاقتصادية مع مصر، فهناك طاقات وإمكانيات يمكن العمل عليها وزيادتها، ومن خلال الاتصالات والبحرية ومجال الغذاء وغيرها. فالتعاون بين بلدينا في مجالات أخرى أمامها فرص كبيرة، كما نعمل على التدريب المشترك والاستثمار المشترك، فإن ليتوانيا كذلك
ترى أن هناك مناخ جيد وأن مصر من الدول المليئة بالحيوية والفرص المتاحة. لذا فمن المهم أن نعمل على تقوية إطار العمل في هذا الصدد. وفي النهاية فإن هناك أننا في الواقع نعمل على فتحنا السفارة الليتوانية بمصر وسنعمل على تحفيز العمل من خلالها. وشكرا وأشكركم لوقتكم. شكرا جزيلا. We shall start questions. بسنت من وكالة أنباء الشرق الأوسط. سؤالي موجه للوزيرين. السنوات القليلة الماضية شهدت زيادة في وتيرة الزيارات والمشاورات واللقاءات بين مسؤولي مصر وليتوانيا. ما دلالة وأسباب هذا التقارب؟ وهل هناك تقارب في وجهات النظر أو مواقف الدولتين حيال القضايا الإقليمية والدولية؟ شكرا. صحيح أنه هناك اهتمام متبادل بأن يتم تنمية العلاقة على الأسس من الصداقة اللي بتربط بين البلدين، وعلى الإدراك بوجود مجالات للتعاون تصب في مصلحة البلدين. بالتأكيد أنه هذه العلاقات مبنية على رصيد من الصداقة والتعاون، وأيضا نستطيع أن نوسع من رقعة الاستفادة خاصة في المجال الاقتصادي في كل المجالات اللي أشار إليها سيد الوزير وأشرت إليها، ولكن أيضا لما نطلع به من جهود في إطار تناول القضايا الإقليمية والدولية، التنسيق في الدوائر المتعددة الأطراف، وعضوية ليتوانيا في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العميقة اللي بتربط مصر بالاتحاد ودوله. فدائما توسيع روح التعاون وتحقيق رؤية مشتركة إزاء قضايا الدولية والإقليمية بيعزز من الاستقرار، وبيتيح الفرصة من خلال الزيارات المتبادلة لتبادل وجهات النظر وبلورة رؤية مشتركة تعزز من تحقيق الأمن والاستقرار وتصب في مصلحة البلدين. Thank you for the question. على طرح هذا السؤال، في ليتوانيا تعتبر نفسها جزء من المجتمع الغربي. نتيجة للعلاقات للتقاليد التي تربطنا ببعضنا البعض، لدينا هنا تاريخ مختلف، وقد تعرضنا للاحتلال لعدة عقود، وفي الواقع وقد بعدما تخلصنا من الاستعمار كان لدينا ذكريات صعبة واقتصاد مختلف وتقاليد مختلفة. وأعتقد أن هناك قصة يقدر بأن أسردها على مدار عقود قبل استقلالنا في التسعينات وحتى الآن، فأننا بحق كنا شريك مساهم. وأعتقد أن هذا التحول وهذه التجربة هي الأمر الذي نود أن نتقاسمه مع أصدقائنا، لأن قصتنا تختلف عن قصة ألمانيا وفرنسا وبريطانيا. وأعتقد أن لدينا قصة فريدة ومفيدة، والآن فإننا نستفيد من التعاون في مجال الرقمنة والحكومة الإلكترونية والأمن السيبراني. فلديكم خبرات مختلفة عن خبرتنا، وأنا أعتقد أنه قد يسهل التواصل والشرح وأن نعقد شراكة، لأننا نتطلع إلى المستقبل. مستر أحمد، سؤال موجه لمين؟ معالي وزير سامح شكري. شكرا يا فندم. أحمد جمعة من اليوم السابع. يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة حالية إلى المنطقة، وصل إسرائيل قبل قليل، وهذه الزيارة تشمل الأردن.
هل هذه الزيارة سيكون له توقف في القاهرة؟ هذا أولا. هدف هذه الجولة والزيارة التي يقوم بها بلينكين، وهل تتوقعون أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية دورا في وقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، علما أن إسرائيل تدعم أمريكا عفوا تدعم العمليات الإسرائيلية بشكل علني وبشكل قوي؟ شكرا جزيلا. شكرا. جولة الوزير الأمريكي في المنطقة بالتأكيد هي مرتبطة بالتطور الحادث في قطاع غزة، و نتصور أنه بالضرورة أن يكون الهدف هو بتخفيض التوتر، وهذا هو ما دائما تسعى لدول، خاصة الدول اللي تقع عليها مسؤولية في إطار عدويتها في مجلس الأمن، ودولة بحجم الولايات المتحدة يجب أن تكون دائما بتسعى إلى احتواء الأزمات وتخفيض التصعيد في وتيرة الصراع العسكري واستعادة الاستقرار للمنطقة، وليس في تعزيز مزيد من الأعمال العسكرية التي تؤدي إلى ما نشهده الآن من ضحايا مدنيين بشكل لا يتسق مع اعتبار القانون الدولي الإنساني أو المبادئ الحفاظ وحماية حقوق الإنسان. فهذا ما نتوقعه من تركز جولة الوزير الأمريكي عليه، هو تخفيض حدة التوتر ووقف أي تجاوزات تتم. مرة أخرى عبرنا ونؤكد مرارا وتكرارا، وكما تم خلال القرار الذي صدر بالأمس عن الجامعة العربية، الرفض الكامل بل الإدانة لأي نوع لاستهداف لمدنيين تحت أي ظرف وبأي مبرر، وليس هناك أي نوع من التبرير لاستهداف المدنيين وتعرضهم للقتل أو للمحاصرة أو للتجويع أو للتهجير. كل ذلك لا يتسق مع المبادئ الراسخة في القانون الدولي الإنساني أو مبادئ الحفاظ على حقوق الإنسان. وبالتأكيد أن حقوق الإنسان الفلسطيني ليست بأقل من حقوق أي إنسان آخر، ويجب التعامل مع هذه الحقوق بنفس القدر وبدون ازدواجية، وأن هناك حدود لأي عمل عسكري يستهدف كيانات، لكن دون أن يكون لمثل هذا القدر من التدمير الحادث والأثار على أيضا نساء وأطفال وكبار السن. فكل ذلك يجب أن يؤخذ في إداره ووضعه سليم، ونتطلع أن تكون لزيارة الوزير الأمريكي أثر في احتواء التصعيد والأزمة والعمل على استعادة الاستقرار. المنطقة تعاني على مدى السنوات الطويلة من عدم الاستقرار، من تواجد قوات أجنبية على الأراضي العربية، من مخاطر متصلة بالإرهاب والفكر المتطرف، من تدخلات خارجية في المنطقة، من فقدان للأمل وانسداد الأفاق السياسي للشعب الفلسطيني بعد ما يقرب من نصف قرن. لا زال المبدأ الذي استقر عليه المجتمع الدولي، وهو مبدأ حل الدولتين، غير محقق، ولا يمكن أن نقول أنه يكفي أن نكون داعمين لهذا الحل. هذا الدعم إذا لم يأتي بنتاج وأثار ولا يتحقق، خاصة في وجود دول وتجمعات كبيرة لها تأثيرها ولها قدرتها، أن تكتفي بأنها تعترض على سياسات معينة أو أنها تدعم حل الدولتين ولم يتم تفعيل هذا الحل، ففي الحقيقة هذه السياسات المعلن عنها ليست لها قيمة بالتالي.
فأتصور أن المجتمع الدولي عليه أن يواجه إخفاقه على مدى نصف القرن الماضية ويقدر بأن هذا الوضع ليس وضع ملائم ولا يتسق مع مبادئ حقوق الإنسان التي يقال أنها من الركائز الرئيسية لشركائنا الدوليين. هاخد سؤال الأخير معلش الوقت. أستاذ شريف تفضل من الجمهورية. سؤالي لمعالي الوزير سامح شكري حول أن بالأمس صدر قرار من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن يعني العمليات العسكرية في غزة ومحيطه، فيعني بنقول يعني إيه اللي ممكن تتخذ الدول العربية عقب القرار من مواقف وإجراءات لوقف الحرب الدائرة هناك وأيضا لمنع مزيد من المخاطر التي تهدد المنطقة. شكرا لحضرتك. طبعا من جانب فمصر تتحمل مسؤولية خاصة، ومنذ البداية أكدنا استمرار فتح معبر رفح لتوفير المساعدات الإنسانية، ويظل المعبر مفتوح حتى نوفي بالاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة. لكن في إطار التنسيق فيما بين الدول العربية بالأمس وصدور القرار، فسوف يتم التحرك على المستوى الثنائي وعلى مستوى مجموعات من الدول للتعامل مع هذا الوضع لتخفيف حدة الصراع وإنهائه وحماية المدنيين، والمطالبة بتفعيل لمسؤوليات المؤسسات الأممية في هذا الشأن سواء من الناحية الإنسانية أو من الناحية السياسية، الانخراط مع الدول الفاعلة للوصول إلى إنهاء هذا الصراع تقديرا للأثار السلبية اللي تلحق بالشعب الفلسطيني في غزة. المدنيين ليس لهم مسؤولية في أي أعمال مرفوضة تم اقترافها، لا يمكن أن يكون مبدأ خطأين يجعلوا هناك شرعية لما يتم اقترافه. سوف تظل الدول العربية في تنسيق مستمر فيما بينها والتواصل مع الأطراف الدولية والمؤسسات الأممية لمعالجة الآثار المترتبة على الأوضاع الحالية، وتظل مصر توفر قدرتها على التفاعل مع كافة الأطراف أيضا لتشجيعها على مراعاة أهمية احتواء هذه الأزمة وعدم تصاعدها وعدم توسيع رقعتها، لأن هذا أمر خطير على ليس فقط المنطقة ولكن على أيضا السلم والأمن الدولي. شكرا جزيلا.